لهدوء صوته وعذوبته تأسرك وتنقلك إلى عالم مليء بالصوت الجميل. وبالتأكيد هذا المقطع لهذا الجندي الذي يظهر فيه وهو يتلو القرآن الكريم بصوته الشجي وأثناء مرابطته وأثناء واجبه، لا نعلم في أي مكان هو بالضبط، لكن بصوته الجميل وإلقائه الرائع استطاع أن يلقي على رفاقه من المنتسبين أثناء تواجدهم في مقر الواجب يقرأ بعضا من الآيات القرآنية بصوت هذا المنتسب، وهو فرد من أفراد قواتنا الأمنية عرف بجمالية صوته وإجادته لتقليد أصوات قراء معروفين في العالم العربي أيضا. لنستمع إلى مقطع الفيديو وكيف قرأ هذا الجندي الآية القرآنية بصوته. الله وقرأ القرآن أربع أصوات تدلل الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله. ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أربعة أصوات لقراء عراقيين وهم يقرؤون بضع آيات من القرآن الكريم أجاد إلقاءها وتقليدها جيدا هذا الجندي العراقي الملقب بعلاوي. وبرغم ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة وقساوة حر الصيف بالإضافة إلى متاعب الواجبات العسكرية والخدمة، إلا أن كل ما ذكرناه لم يؤثر على حنجرة هذا الجندي ولم تشعرك قراءته بأنه متعب أو منهمك، بل على العكس تماما. المقطع المصور متداول بكثرة بين الناشطين وحال انتشاره تفاعل العراقيون معه وهم يرددون بكومنتات وردود أفعال كثيرة. وقفنا لكم على بعض من تلك التعليقات التي جاءت كرد فعلا على قراءة هذا الجندي بصوته لبضع من الآيات الكريمة. نبدأ مع تعليق لعلي أبو حسين. يقول علي أبو حسين: جزاك الله خير الجزاء والثواب، صوت يخبل وبالفعل يسحر الشخص بسماعه. يا أخي شلون قدرة عليك؟ مو صوت وصوتين بل أربع أصوات، والنعب موهبة ولا أروع. تعليق من محمود الشمري. يقول محمود الشمري: روح تعلم أحكام تلاوة، صوتك جميل ما شاء الله. أيضا تعليق آخر ومداخلة من قرمة محمد: العراقيين أهل المقامات، تبارك الله، الصوت كأنه في استوديو وليس في العرب. تعليق من رواء مقداد: هاي النماذج التي تستحق الفخر، مرابطين على الحدود ويتلو القرآن الكريم بعدة أصوات، تبارك الله، الله يجعلها حجة لك ويرفع لك بمنازل ودرجات يا رب. تعليق من أبو عبد العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم بالقرآن الكريم حصن وقوي قلوب الجنود الأبطال بالإيمان، حرامات عندنا هيك كفاءات مدفونة وما حد يطورها ويهتم بها، أتمنى لك لو أنت بغير دولة عايش.